السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقتل نجلاء بكفر الدوار. حكاية مقتل نجلاء مؤسسة جريليز كفر الدوار كانت البداية حين ذهبت فتاة في ربيع عمرها تدعي نجلاء لمزاولة عملها في أحد العيادات بمول شهير بمدينة كفر الدوار محافظة البحيرة، واقتحم مجهول مكان عملها وسد طعنات أدت إلى مصراعة في الحياة، ثم أتلف الكاميرات التي وثقت تفاصيل الجريمة غضب عارم اجتماع مواقع التواصل الاجتماعي. قاتل مجهول وكاميرات تعرضت للكسر بحسب هيثم عبد العزيز صديق المجنى عليها بالقتل. حنس في احد العيادات الواقعة بمول بمدينة كفر الدوار ولا يعلم حتى اللحظة ما واجهته نجلاء في مكان عملها قائلا: طعنات بسكين من شخص مجهول اقدم على قتلها، ثم قام بتكسير الكاميرات وهي لا تتوقف عن اعمال الخير ولها نشاط خيري منذ صغر سنها. فقبل سنوات اسست جروب جريليكس كفر الدوار. الضحية مؤسسة جروب نساء اعتاد اعمال الخير، وبحسب تصريحات صديقها للوطن في الجروب النسائي الذي اسسته قبل اعوام يهدف الى مساعدة الاشخاص المحتاجين، في المعروف عنها عملها المكثفة في الخير ومساعدة الآخرين والجميع يحبها في كفر الدوار، كما أنها عملت في أكثر من مهنة لتوفر مصاريفها وتعرضت للقتل من مجهول لا معلومات عنه حتى الآن. وأضافت منى كمال صديقة نجلاء في حديثها للوطن: كل ما أستطيع قوله هو أن نجلاء ملاك تعرض للغدر بطريقة بشعة، وكل من تربطه بها علاقة أو تعامل معها يعرف كلبها الأبيض، وأنها قدومة كانت بتجبر بخاطر الناس كلها وحنينة على الكل، وكانت دايما بتمشي في عمل الخير لأن انها ادمن في جروب جريليكس كفر الدوار المعنى بمساعدة المجتمع محافظ البحيرة. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ظالم، دي بتعمل خير لكل الناس، تقتلها ليه؟ هي ذنبها ايه في القتل ده يا جماعة؟ هو ليه القتل بقى سهل كده للدرجة دي والناس بتقتل في بعض زي الفراخ بالظبط؟ ليه الناس ما تحبش بعض كده وتمشي بما يرضي الله مع بعضهم؟ كان بذمتكم يا جماعة انا عايز افهم حاجة واحدة بس، واحدة بتخدم الناس وبتخدم الناس اللي جنبها بتتقتل ليه؟ مش عارف، انا ما عنديش فاهم الناس بتفهم ازاي. يا رب ما تحصل لك مصيبة الا تشترك في القناة بتاعتي وتضغط لايك، يا رب ما تحصل لك مصيبة الا تدعي لها في التعليقات تحت.